النهارده الاكل بتاعنا اكل مواسم، هنعمل صينيه بطاطس وهنعمل صينيه رز معمر بالفراخ. صباح الخير يا سمر، تعالي معايا كده ناخد كل حبايبنا ونوريهم جمال الحلويات بتاعتنا النهارده واكل الموسم بتاعنا النهارده. زي ما قلت لكم دي صينيه رز معمر بالفراخ، كله معمول كده ني في ني، شايفين شكلها؟ اكيد من المنظر ده الريحه وصلتكم. وهنعمل كمان صينيه بطاطس ني في ني، طبعا الفراخ حطينا في الرز المعمر، فالصينيه هنعملها ني في ني من غير اي لحمه ولا اي فراخ، بس عاملينها بطريقه طعم وريحه فظيعه. اول مقادير عندنا الرز المعمر ومقاديره، عندي كيلو رز، فرخه، لتر لبن، ملح، فلفل اسود، مستكه، رشه قرفه وسمنه، وشويه ميه سخنه حوالي كوبايتين، وقشطه. نقول تاني، فرخه متقطعه نصين بالطول، وعندنا كمان كيلو رز، وعندنا لبن، لتر لبن، ملح وفلفل اسود، مستكه، رشه قرفه، سمنه، ميه سخنه، وقشطه. دي مقادير الرز المعمر بالفراخ. طيب صينيه البطاطس بتاعتنا الني في ني، بطاطس، بصل، ثوم مفروم، فلفل حامي، فلفل رومي، شويه زيت، عصير طماطم، ملح وفلفل اسود، اي بهارات مشكله عندك، كبابه صيني بتبقى حلوه قوي قوي في وصفه صينيه البطاطس، وكمان عندنا كمون وكزبره، معلقه سكر صغيره، ومعلقه زبده. بحط صينيه على النار واحط فيها بسم الله معلقه سمنه، رز المعمر بقى ده حاجه دسمه يعني حدث ولا حرج، مستكه تدي طعم حلو قوي قوي لما ندي دلوقتي صدمه للفراخ. هجيب الفراخ هحط رشه ملح كده على الوش ورشه فلفل اسود، ماشي، وادعكهم كده واقلبهم على الناحيه الثانيه، نفس الحكايه، رشه ملح، رشه فلفل اسود على بعض كده، وهاجي من ناحيه الجلد بسم الله وانزل بالفراخ الاثنين كده، مجرد بس ان انا هدي تشويحه اقفل المسام بتاعه الفراخ، مش اكتر من كده. اهي كده تشيليها من الصينيه، ومطرح الفراخ على طول هننزل بالرز بسم الله، شوحي الرز مطرح الفراخ، مقدار الرز زي ما قلت لك قبل كده. هقول لكم دلوقتي فكره قلتها لكم قبل كده سهلت على ناس كتير، نقولها عشان لو في حد جديد معانا لسه ما يعرفش فكره الرز المعمر. بص يا سمر، عايزين نجيب جوانب الصينيه دي، الجانب اللي انا فضيته من الرز ده اهو، ماشي. بص يا ستي، الجانب الفاضي ده اقسميه على ثلاثه، تلت يبقى مقدار الرز، تلت مقدار السوائل، تلت فاضي. تاني، شفت الفكره دي يا سمر سهله ازاي؟ نقول تاني، تلت الجدار بتاع الصينيه يبقى لغايه الرز، الرز يبقى تلت بس، تلت التاني سوائل اللي هو لبن على ميه او لبن على شوربه، والتلت التالت الاخير يبقى فاضي على ما الرز يستوي يعلى فيه، وتبص تلاقيه واخد مستوى الصينيه كلها. هحط ملح، شويه ملح كده، وده اساس تطعيمه الرز، صينيه الرز المعمر، يعني مش هحط ملح في اللبن، انا بحط هنا ملح وفلفل اسود ورشه قرفه صغيره، حكايه حكايه مع الرز المعمر، دايما بقول لكم كده. بعدين هنعمل ايه؟ هجيب اللبن، بسم الله، بصوا بقى، بصوا مقدار السوائل، سامعين الصوت ده؟ بسم الله، قبل ما يوصل للتلت لازم اكون زودت ميه، مش هينفع كله يبقى لبن بس، الرز مش هيستوي كويس. المقدار قد ايه؟ زي ما قلت لكم يا جماعه، كيلو الرز هياخد لترين سوائل كده، تمام قوي كده. نزود ميه بقى، شويه ميه كده، والميه تكون سخنه، بلاش الميه تكون ساقعه، الصينيه سخنه والرز متشوح سخن واللبن سخن، زودي كده شويه ميه لغايه ما نوصل لغايه زي ما اتفقنا تلت الصينيه. بعد كده بنجيب اي قشطه عندنا، وش اللبن، قشطه بلدي، قشطه العلب اللي هي قشطه الشركات، وزعي كده. والحركه اللي جايه دي بقى لازم اعملها بايديا، بجيب حته قشطه وامشي كده على الفراخ، يا الله، الفراخ اللي اصلا في الاصل خالص متبله واخده ملح وفلفل اسود، حلو قوي. بصوا عشان تاخد لون
الرز المعمر وهو بيستوي بايديكي كده، بلاش معلقه هتتهري، وكمان مش هتعرفي تتحكمي انك توزعي القشطه كده. صينيه الرز المعمر بتاعتنا خلصت منتهى السهوله، ما خدتش وقت خالص يا جماعه. الفراخ نيه بس خدت تشويحه، الرز اتغسل واتصفى، ما بننقعوش. دايما انا ضد، وبقولها تاني، انا ضد ان الرز المصري يتنقع، بيبوش ويكسر. النقع ده للرز البسمتي فقط، الرز المصري كفايه عليه قوي انه بيتغسل ويتصفى بس كده. شايفين انا سايبه حته فاضيه في الصينيه ازاي؟ دي بقى على ما الرز يستوي وياخد تسويته وياخد وقته تعلى وتبقى بسوى الصينيه، ودايما تسالوا على الحركه دي. وزي ما انتم شايفين شرب السوائل وعلي معانا ازاي، والقشطه ادت الرز والفراخ لون في منتهى الجمال. تسويه الفراخ يا دوبك مع تسويه الرز بيبقوا زي العسل. وتعالوا معايا نعمل دلوقتي صينيه البطاطس الني في ني، سهله وسريعه بس طعمها حكايه ما شاء الله عليها. اول حاجه هعملها بصل متقطع بالشكل ده، هحطه في الصينيه. ماشي. وبعدين تعالوا بقى خدوا بالكم كويس قوي من اللي هنعمله ده. البصله هحط عليها معلقه صغيره ثوم على البصله، وهحط عليها كمان قرن فلفل حامي او نص قرن كفايه قوي. تمام كده؟ تمام كده زي الفل. خدوا بالكم الحركه دي كفيله لوحدها انها تعمل لك طعم وريحه في صينيه البطاطس ما دقتيهاش قبل كده. بعد كده هروح حاطه عليهم معلقه من البهارات اللي ركبناها مع بعض، كبابا صيني، بهارات مشكله، كمون وكزبره، على البصله بالثوم بقرن الفلفل الحامي. وبعدين بكف ايدينا بقى كده دبلي البصل ده. بصوا البصله حيه شديده لسه جامده. لا احنا مش عايزين كده، انا عايزاها تدبل وتشرب كل التوابل اللي حطيتها. ونحط معاها شويه ملح وفلفل اسود. ادي شويه ملح، مين معانا قولوا لي، وادي فلفل اسود. تعالي بقى هنا سر الصنعه، شويه زيت على البصله بالتوابل. اللمعه بقى، خدي عندك لمعه لصينيه البطاطس، وحكايه بقى طعم كده ما اقولكيش. بصي ادعكي تاني كده البصل بشويه الزيت اللي حاطينهم، حوالي معلقتين كده. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ هنروح واخدين شويه فلفل رومي، مش كتير، شويه كده، دول حوالي مثلا قرنين كده متقطعين كده. قلبي كده كويس برضو، ادعكي كده حلوه قوي بالشكل ده. شايفين ازاي اهو؟ مهم جدا جدا بقى الحركه دي. وبعدين هروح واخده حوالي طماطمتين متقطعين برضو شرايح كده. هنا اخر حاجه بقى انزل بيها البطاطس. البطاطس متقطعه كده وسط، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي زي الشيبس كده، لا متقطعه كده وسط عشان تبقى تستوي وتبقى بشخصيتها. بس يا ستي ظبطي كده، شايفين ازاي والالوان الحلوه بتاعتها. وزي ما قلت لك البطاطس تتقطع وسط كده. شويه عصير طماطم هضيف عليها شويه من البهارات. بصي يا سمر معايا كده البهارات اللي ركبناها مع بعض، نحط على الطماطم كده، نورتيني. وبعدين هنجيب شويه ميه سخنه، بسم الله، خلي الطماطم تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله. بعد كده على الوش، واروح مطعماها بكام حته زبده كده، هتتغطى بالفويل وتدخل الفرن برضو على اعلى درجه حراره من تحت لغايه ما تغلي. بعد ما تغلي بشيل الفويل واسيبها تكمل سواها، وشها يتحمر معانا، تشكشك كده في الفرن وتشرب الصلصه بتاعتها، وشوفوا تبقى عامله ازاي وريحتها جايبه اخر الدنيا.